تفسير رؤية الفراولة في الحلم بالتفصيل ومعناها. وتفسير حلم الفراولة يختلف باختلاف عدة أشياء ترجع إلى وضع الفراولة لصاحب الرؤية، هل أكل منها أم شاهدها فقط ولم يستطيع الإمساك بها أم جمعها. وكذلك لون الفراولة يختلف في التفسير، فاللون الأحمر يختلف في تفسيره عن اللون الأصفر، ويختلف في تفسيره عن اللون الأخضر، وكذلك يختلف في تفسيره عن اللون الأسود. والحلم بالفراولة له عدة تفسيرات سنتناولها بالتفصيل. تفسير رؤية الفراولة في الحلم. الفراولة أحد الفواكه الهامة والأساسية لكل الناس ويها الكبار والصغار على السواء، ولذلك فإن الكثير منا يحلم بالفراولة في عدة أحوال مختلفة، ولكن لا يجد التفسير المنطقي الصحيح لهذا الحلم لأنه له العديد من التفسيرات، وهي: الفراولة في المنام تعتبر بشارة خير لمن رآها في المنام، وهذه من أكثر التفسيرات شيوعاً. ومن رأى في منامه أنه يأكل الفراولة فإن همومه سوف تفرج بإذن الله، ويدل أكل الفراولة أيضا عن صحة الحالم بها سوف تتحسن وتزيد، وإذا كان مريض فإنه سوف يشفى إن شاء الله في وقت قريب. ولكن إذا كانت الفراولة لونها أصفر فإن هذا دليل على أن من حلم سوف يمرض بمرض ولكن سوف يشفى منه بعد ذلك. وإذا رأى أنه يقوم محصول من الفراولة أو يقطف حبات الفراولة فهو بذلك يدل على أنه مقبل على مراحل جيدة في حياته على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات. وإذا حلم الشخص أنه يهدي الفراولة لشخص فإن هذا يدل على أنه يحب ويعز ذلك الشخص. ورؤية زراعة الفراولة تدل على الإمساك بشيء والأخبار السعيدة التي سوف تأتيه. ومن رأى أنه يجمع ثمار الفراولة بنفسه فإن هذا معناه أن حياته مليئة بالسرور. ولكن إذا كان غير قادر على جمع الفراولة فإن هذا يدل على أنه تواجه بعض الصعوبات والمشاكل في الحياة، ولكنه سوف يستطيع التغلب عليها. وإذا رأى أنه يقوم بجمع الفراولة فإن هذا معناه أنه سيجني خير ورزق كبير. إذا حلم الشخص أنه يرى الفراولة ولكنه لا يستطيع أن يمسك بها فإن هذا يدل على أنه في وقت قريب سوف تأتيه أخبار عن شخص يهمه أمره أو يحبه. تفسيرات مرتبطة بحلم الفراولة في المنام. تفسير رؤية الفراولة في الحلم للبنت العزباري. إذا حلمت بها الفتاة العزباء يختلف تفسير حلمها ما إذا حلمت بها السيدة المتزوجة أو السيدة الحامل، فنحن سوف نوضح الفرق في جميع الحالات. إذا كانت الفتاة التي حلمت بالفراولة غير متزوجة فإن هذا معناه أنها سوف تتزوج قريبا. وإذا أكلت المرأة العذراء الفراولة فإن هذا يدل على أنها سوف تهجر حبيبها أو تنسى حبها. وإذا رأت العزباء أنها تعطي الفراولة إلى حبيبها دل ذلك على انتهاء لعلاقتها العاطفية معه، أو ربما دل ذلك على الفراق بينها وبين حبيبها. تفسير رؤية الفراولة في الحلم للرجل ومعناه. لا شك أنك حلمت قبل ذلك بالفراولة والكثير من الناس يرغب في تفسير الحلم بالفراولة، وهل هو تفسير جيد أم سيء؟ ولكن الحلم بالفراولة يختلف على حسب لون الفراولة وعلى حسب كيف ظهرت الفراولة لصاحب الحلم، وهي: إذا كان الرجل الذي يحلم بالفراولة غير متزوج فإن هذا دليل على أنه سوف يتزوج في وقت قريب. وإذا رأى الرجل أنه يتاجر ويبيع الفراولة فإن هذا دليل على أنه سوف يربح في تجارته. إذا كان ينظر إلى الفراولة ولكنه غير قادر على أخذها فإن هذا تفسيره أنه سوف يسمع أخبار حسنة عن حبيبة تحقق له السعادة. وإذا كان الشخص لا يحب فإن هذا دليل على أنه سوف يسمع أخبار جيدة عن أحد غالي عليه أو شخص يعزه.
إذا كانت الفراولة طازجة وشكلها جميل ونظيف دل ذلك على خير سوف يأتي لصاحب الرؤية. وإن كانت الفراولة حمراء فدلت ذلك على زواج. الرجل العازب. وإذا كانت الفراولة لونها أخضر فإنها تدل على الخير الكثير والنعم الكثيرة التي ستأتي لصاحب الحلم. إذا كانت صفراء اللون فإن هذا يدل على صاحب الحلم لفترة من الزمن. وإذا كانت الفراولة لونها أسود مع وجود بعض الأشخاص في الحلم مع الفراولة فإن هذا دليل على أنه يحمل الكراهية تجاه بعض الأشخاص الموجودين في الحلم. ومن الممكن أن تفسر الفراولة السوداء أيضا على إصابة صاحب الحلم بالهموم. معنى رؤية الفراولة في منام الحامل وتفسيرها. الفراولة وجميع الفواكه يختلف تفسير الحلم بها على حسب حال الحالم بها، إذا كان رجل أو امرأة أو رجل أعزب أو متزوج أو سيدة متزوجة وحامل، ولكن حالة لها تفسيرها الخاص بالحلم. فإذا حلمت السيدة المتزوجة والحامل بالفراولة فإن هذا معناه بأنها ستلد طفل بحالة صحية جديدة إن شاء الله، وسيرزقها الله رزقا واسعا، لأن الحلم بالفراولة عموما يدل على سعة الرزق والرزق إما أن يكون وسيرزقها الله رزقا واسعا لأن الحلم بالفراولة عموما يدل على سعة الرزق والرزق إما أن يكون مال أو بنون.